جوا مرايا هي حنين الروح للأصل. كل حياتنا فيها حكاية ضعف هزيمة وقوة ونصر. بص كويس جوا مرايا تشبه نفسك ولا الصورة الواحد تاني. جسمك فاني وروحك باقي اسأل قلبك. دورك ترس فالة كبير ولا حياتك وهم وعدة وما تطل بطلة خيرة. جاوب نفسك. دلائل الدين هادية للخير مبعدة عن الشر، فما جاء إلينا من جميل قول الله تعالى ولطيف أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت العقيدة الواعية بضرورة تهذيب النفس. فالشريعة محكمة التنزيل تدعو لصالح الأخلاق وتزيد الشعور بأهمية المسؤولية المجتمعية في الدنيا والمسؤولية الدينية في الآخرة، وما بينهما رمانة الميزان وهو الإحسان. فأحسنوا في أخلاقكم وآدابكم يحسن الله إليكم. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. بهتان وغيبة ونميمة ونفاق ومكر وخديعة وسخرية واستهزاء وكذب وتدليس وظن، كثيرة هي الأخلاق الذميمة. لو وضعت على الميزان ووضع أمامها فقط الإحسان لرجحت كفته. فضيلة واحدة من الآداب الإسلامية تمحو أثر كل سوء. والآداب الإسلامية كثيرة ومتشابكة تصنع قلعة كلها أمان للفرد والمجتمع فقط لو تحلى بها الجميع. تعالوا نجوس خلال ديار الآداب علنا نستنشق من عطرها مع ضيفنا معالي الدكتور محمد نوح القضاة. أبو غياث حياك الله. أهلا وسهلا يا مرحبا دكتور. بداية، الآداب دين؟ يا سلام. شوف، هو لو وصلنا لجواب نصل للنتيجة. الآداب مش دين وبس، الآداب هي أساس الدين وثمرته. يعني عادة في الدنيا أنت تحتاج مقدمة شيء ونتيجة شيء، إلا في الإسلام في الآداب. الآداب هي بداية الإسلام ونهايته، يعني العبادات على سبيل المثال. لما ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا العبادات لم يكتب علينا العبادات لذاتها، ولكنه علل لماذا أوجب علينا العبادة، فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء أخلاق، والمنكر أخلاق، والبغي أخلاق. من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر والبغي فلا صلاة له. لما جينا على الصيام كتب عليكم الصيام كما لعلكم تتقون أخلاق. لما جئنا للحج، الحج كله أخلاق، بل إن الحج هو امتحاننا في الأخلاق. فكأن الله يريد أن يقول لنا أريد أن أتباهى بكم أمام العالم في تربيتي. يعني ربنا لماذا لم يقسم الحج كما قسم العمرة؟ قال لا، أنا بدي أجمع الحجاج هم تربية الله عز وجل كلهم في مكة في زمن واحد، وطلعهم على عرفات مع بعض، ونزلهم على مزدلفة مع بعض، ونيمهم 3 أيام في ميناء، واللي بيمسك نفسه ليس له جزاء إلا الجنة. وأقول للعالم تعالوا يا عالم تفرجوا على تربية الإلهية. يجتمع الملايين في أماكن ضيقة، فلا قتل ولا سرقة ولا تحرش ولا اغتصاب، بينما إحنا اليوم في مباراة كرة قدم من ذبح بعضنا البعض. ولذلك الدين كله أخلاق. العبادة ليست مقصودة لذاتها ولكنها مقصودة للثمرة.
فمن لم يؤتي الثمرة فلا عبادة له. ولذلك لما المرأة اللي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروها للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنها كثيرة الصلاة وهم ذكروا العبادات، غير أنها وشوف الصحابة يعني من أدبهم وأخلاقهم ذكروا للنبي الفضائل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشاع فيهم وعلمهم أذكروا المحاسن حتى تكثر. إحنا اليوم عكس إعلامنا، إعلامنا بكيف فضيحة فلان، فضيحة علان، فضيحة، لأنها أصبحت جاذبة، بينما تربية النبي صلى الله عليه وسلم لمجتمعه ذكر الفضائل، ذكر الفضائل. لو رأيت صلاتها، لو رأيت صيامها، لو رأيت حتى يدخل الفرح على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. لكنهم ذكروا النبي ذنبا صغيرا في أعينهم، غير أنها، وشوف كلمة غير أنها يعني بالهامش، يعني إحنا مش ملتفتين إله. تؤذي جيرانها، وكلمة تؤذي جيرانها قد يكون الإيذاء بأشياء لا نخطر في بالنا، مثل رائحة طعامها، ولا مثلا إلقاء القمامة، أشياء يعني تحدث، غير أنها تؤذي جيرانها. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هي في النار، طبعا عقوبة قاسية، لا، لأن العبادة ليست لها ثمرة، ويريد الله عز وجل أن يكون لعباداتنا ثمرات، فمن لم تؤتي عبادته الثمرة فكأنه لم يعبد، إذن هي في النار. ففطن الصحابة إلى امرأة أخرى، طيب فلانة يعني مش كثيرة صلاة وصيام زينا زيها، تصلي المكتوبة، تصوم الشهر المطلوب منها، غير أنها تحسن إلى جيرانها، قال هي في الجنة، لأن العبادة على قلتها أثمرت، وعبادة تلك على كثرتها لم تثمر. فأيهما أفضل، أن يكون في بيتك شجرة تفاح تثمر، ولا 50 شجرة حرجية ليس لها قيمة؟ إذن هي تمسكت بمظهرية الإسلام في العبادة ولكن لم تصل إلى الجوهر. ولذلك نرجع مرة أخرى فنقول مشكلة عالمنا الإسلام اليوم يفصل بين العبادة والأخلاق، وهذا الفصل ضيع الإسلام. العبادة دين، والأخلاق دين، والعقيدة دين، والصدق دين. فالذي قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو ذاته سبحانه وتعالى الذي قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دكتور، الأداب نجدها في كل معاني حياتنا، يعني القرآن لم يترك لنا مجال، ولا السنة النبوية إلا وضع آداب. استئذانك في بيتك، يعني بيتك أنت حلال تروح تجي فيه عند أهلك، في ثلاث أوقات لا تدخل بيت غرفة أبوك وإمك إلا باستئذان وهو بيتك. كل بيمينك، ادخل البيت افشوا السلام حتى لو ما في حدا، انت داخل عارف انه فيش حدا، فسلموا على انفسكم، سلموا على انفسكم، يعني انت عارف مش... هذه المعاني اللي هي ذاتية مع الانسان، يعني كيف تجعل من هذه الأمة أمة جلية مليئة بالأخلاق؟ يا سلام يا سلام، هي الفكرة وين؟ الفكرة انه بعض الناس ينظر للآداب على انها تكاليف ثقيلة، لانه مش فاهم المعنى. انا بدي اعطيك المعنى، لماذا كثر الله علينا من الآداب؟ حتى نليق بخلافته بالأرض. أعطيك عليها مثال، اليوم بعينه سفرة، صحيح، السفير قبل ما يروح الدول المعين فيها بدخلوا دورة، كيف يأكل، عادات البلد هذيك، كيف يشرب، كيف يصافح، كيف يجلس، لدرجة بيقولوا له لما تقعد على طاولة السفرة اسحب الكرسي لجهة الشمال، ما تسحبوش الجهة اليمين. إذا جلس على طاولة هذا السفير، إذا جلست على طاولة السفرة أوعى أن تشبك بيديك بهالشكل. لما تخلص من الطعام حط الشوكة والسكين متقاطعات، لأنك لو حطيتهم هيك معناته حطوا لي كمان، فلازم نحطهم هيك. ويسر هو وأهله وأولاده وزوجته بكثرة هذه التعليمات، لأنهم يفهمون الغاية. الغاية أني سأمثل ملك البلاد أو رئيس دولتي، سأمثل في دولة أخرى، فيجب أن تكون أخلاقي وآدابي على أعلى مستوى حتى لا تنتقد دولتك، حتى ما يقولوا بشوف السفير جابني هذا هذا سفير جايبينه أبصر من وين ومدينه مثل لأني أعكس صورة مين؟ صورة دولتي. وكلما كانت الدولة أعظم كلما كثرت التعليمات على السفير، صحيح. ولذلك اليوم الدول أوزان، لما بيبعثوا سفير لدولة صح وزنها ثقيل، ترى التعليمات حتى بالكلمة والتصرف، كيف يحط رجل على رجل، كيف يشبك إيديه، كيف يلبس خاتم ولا ما يلبس،
تعليمات دقيقة جدا حتى لا تنتقد دولتك. وإذا كانت دولة من عن جنبه بودوا أي حدا وبيقولوا زي ما أنت شفت خبر. بس هو هذا اللي بيحصل. وأنا بحكي عن تجربة. الله عز وجل أرادنا أن نكون خلفاء له في الأرض. فلما كنت خليفة الله في الأرض أكثر علي من التعليمات الأليقة بذاته. فأنا في هذه الدنيا خليفة لله، وما دام أن الله ارتضاني خليفة فلا بد أن أرتضي الأخلاق التي أرادها المستخلف وهو الله. فأنا أخلاقي مش بتمثلني، أخلاقي أنا يمكن أخلاق وحشية لأنه زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين هذه أخلاق الذاتية. فيأتي الإسلام ليقول لك لقد أصبحت صورة الله في الأرض وخليفته في ملكه، فلا بد أن تكون أخلاقك متناسبة مع الذي أرسلك. فأنا اليوم لما أشوف شاب مسلم أستذكر الله، وإذا رأيت فتاة محجبة استذكرت الله. استذكرت الله بأخلاقك. صحيح. عشان هيك بيقول لك فلان طلع بيصلي وبيعمل كذا، طيب ما غيره بيعمل، لماذا لم تنتقد الآخرين؟ بيقول لك لا هذا مصلي، هو مش عارف يصيغ الجملة. الجملة صيغتها كالتالي: ما دام أنك مصل فأنت خليفة الله، فهل يليق بخليفة الله يعمل كذا وكذا وكذا؟ فكثر الإسلام علينا من الآداب حتى يرقي، حتى يهذب، ولم يكثر علينا من الآداب لأنه يريد أن يتحكم. الأمر الآخر مهم أن كل الآداب الإسلامية لو نظرت فيها خلقا خلقا ستجد أن تطبيقك لها يقربك من الناس، يحببك للناس، يحببك للآخرين. صحيح. فالفائدة منعكسة علي أنا، مش على الله عز وجل، ولا هي تجعل الناس، يعني لما بقول لك استأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع، إذا ما حد أذن لك ارجع. طيب وهذا الخلق الاجتماعي في مصلحة صاحب البيت وفيه مصلحة المستأذن، إنه أنا بفهم عليك يعني بملمح، أذن ثلاث مرات ما أذنت يمكن مشغول فأنا أعذرك، لأنه أنت أيضا لو جئت تزورني واستأذنت ثلاثا فلم يفتح لك سترجع ونفسك طيبة زاكية كما أخبر الله عز وجل. فهي أخلاق متبادلة. الآداب في أصلها أدب الكلمة، وفي الجاهلية كانت هي الدعوة إلى الطعام، وفي الإسلام هي تربية النفس، وتطورت أصبحت الشعر والأدب والنثر والكتب والمؤلفات. لو نشاهد يا دكتور هذا الخط تجد تطور عرفي بين الناس، الكرم واستقبال الناس في الدعوة للطعام، ثم تربية النفس، التزكية الداخلية وتهذيب النفس وآداب التعامل مع النفس، ثم الرقي بالعلم والقراءة، معاني كبيرة تحملها لفظة الآداب. كيف ترى ذلك دكتور؟ التعليم هو أن تتقن، التعليم أن تتقن مهارات الحياة، لكن مهارات الحياة يتقنها القط. فالقط اليوم عنده مهارات حياة، كيف يأكل، كيف يخبئ فريسته، كيف يقضي حاجته، كيف يتكاثر، موجود. القط موجود عنده مهارات الحياة، والفرس عنده مهارات الحياة، والأسد عنده مهارات الحياة. فما ميزة الإنسان إذا كان الهدف من وجوده أن يتقن مهارات الحياة؟ إذن ميزة الإنسان ليست في مهارات الحياة، لا، في الآداب التي تغلف مهارات الحياة. ولذلك وجدنا الجانب الكبير من كتبنا تتحدث في الآداب، لأنه كلما ترقت آداب الإنسان كلما زادت آدميته. صحيح. الإمام الغزالي رضي الله عنه شو ماذا يقول؟ يقول: تتحقق فيك الإنسانية على قدر قولك لنفسك لا. كلما كانت لا أكثر في حياتك لذاتك كلما ارتقت فيك الإنسانية. لأنه شهوتي ذات المال، فيقول نفسي لا للرشوة ولا للربا ولا للسرقة. فكلما زادت كمية اللاءات في ذاتي كلما ترقت آدابي. ولذلك إحنا اليوم لو أردنا نستعرض المكتبة الإسلامية ستجد إنه أكثر كتبنا تتحدث في الآداب. السبب أنها تريد أن ترقي، أنها تريد أن تهذب. لو كانت الفكرة في حياتنا فقط مهارات الحياة لا أصبحت حياة حيوانية، أصبحت الحياة عبارة عن تشابه مع الأنعام. ولكن نحن كلما زادت آدابنا زادت فينا الإنسانية. ومن هنا عندما امتدح الله عز وجل نبيه ما قال عن النبي أنه أقلكم أكلا،
ولا قال أقلكم شربا، وهو كذلك كان عليه الصلاة والسلام أقلنا أكلا وشربا. ما قال عنه أقل أنه أقلنا أكلا وشربا وأقلنا نوما، لهذه مهارات حياة، ولكنه تطرق إلى جانب الإنسانية فيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فما دام خلقه عظيم فقد عظمت فيه الإنسانية، ولذلك أرقى إنسان في الوجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كلما زادت فيك الإنسانية كلما زاد فيك العلو، كلما زاد فيك العلو زادت فيك النظرة الشمولية. يعني الآن واحد يجلس بيننا ليس كمن يقف على ظهر المبنى، فكلما زاد العلو زادت فيك الإنسانية، وكلما زادت فيك الإنسانية زادت فيك الرحمة. فكان أعلان أعلان منزلة رسول الله، فهو أعلان خلقا وأعلان رحمة وأعلان إنسانية، فصلح أن يكون قائد. ولذلك التاريخ شهد قيادات كثيرة لكن لما ما كان عنده أخلاق ما أثبتها. فرعون كان قائد لكن بتقول فرعون لعنة الله عليه، والنمرود قائد. طبعا نتكلم في آثار قديمة لكن بديش أذكر أسماء من وقتنا الحاضر، لأسماء كثيرة. ولكن ميزة النبي في قيادته الخلق، وميزة خلقه الرحمة، فكملت فيه الأخلاق وكملت فيه الرحمة. لكن التاريخ لا يخلد قائدا بغير رحمة إلا باللعنات. فإحنا اليوم نحتاج أن نركز على الجانب الأخلاقي في حياتنا حتى يكون منهج وليس إضافة أكسسوارات. الإمام البخاري في كتاب الأدب جمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تتكلم في الآداب عموما، بر الوالدين، صلة الأرحام، ستر الفواحش، النميمة، كل الأخلاق، كل العبادات التي تعنى بالتعاملات. وربما ملخص أن ديننا دين معاملة. نعم. يعني دكتور كيف نفهم من هذا المعنى؟ شوف يعني شوف شوف بالله عليك النقطة هنا، الله يفتح عليك. يعني ستر المسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ستر مسلما ستره الله. هو سؤال، ستره كان بيصلي ولا كان بيسبح؟ لا، ستره يوم أن كان أنا معصية. فالسؤال كم من إنسان منا اليوم يستر عاصيا، وكم من إنسان اليوم يتشوف ويتشوق أن يقرأ فضيحة فلان وعلان؟ يا الله، حتى أصبحت كلمة فضيحة جاذبة. يعني اليوم عشان يجيبوك في السوشيال لما تطلع على السوشيال ميديا وتطلع على المواقع الإلكترونية وتطلع وتجد يركز على كلمة فضيحة بيقولك بتجيب قراء أكثر. فالسؤال هل أصبحت أخلاق المسلمين بهذا الانحدار حتى أصبحت كلمة فضيحة جاذبة؟ لكن لو قلت نجاح فلان الفلاني بقول لك يلا مبروك. يعني اليوم يكتبوا خبر، يكتبوا نجاح مدير البرامج في قناة اقرأ سيد محمد الجعبري، والله يمكن ما تلاقي لي 20 قارئ. لكن لو لا سمح الله قالوا فضيحة فلان الفلاني والله ما راح تلحق كومنتات. السبب في شيء جاذب، والطيور على أشكالها تقع. سيدنا عمر جاءه رجل يتكلم في موضوع فاحشة انه فلان فعل، فسيدنا عمر ضربه بالدرة، والدرة كانت عبارة عن حبل ريف ليف وفي براس عقدة، ضربه من الغل وقال إنما كان يكفيك أن تخلع رداءك ثم تستر عليهما. يعني تجايب لي هالخبر الحلو، هالخبر الحلو جايبه. ولذلك ال- 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 الأخلاق، الأخلاق هي، أنا بقول الأخلاق هي الدم الذي يمشي في عروق الحياة. فإذا حصلت خثرة حصلت جلطة. صحيح. الأخلاق إذا تعطل خلق منها في مجتمع انجلط المجتمع. ولذلك مع الأسف اليوم الحقد والحسد والغل، وبيحسبوا لك، يعني حتى بعض الناس يقول لك فلان قديش بأخذ راتب وقديش عنده فلوس وقديش. لهذه الدرجة وصلنا تدخل في خصوصيات بعضنا البعض إنه أصبحت حتى البيوت مكشوفة، وأصبح مش خثرة أخلاق، أصبحت خثرات أخلاق. ومع الأسف أكثر من ذلك كلنا نعاني منها ثم نحن نقع فيها. صدقت. فبيقول لك الناس بتكذب والناس بتنافق والناس، هو من الناس؟ إحنا، إحنا الناس. طيب هل بدأت بنفسك ثم حاسبت غيرك؟ وحتى المسيح عليه السلام ذكرها. قال ترى القذاءة في عين أخيك وتترك الخشبة في عينك. يعني واحد بعينه خشبة وشايف وشايف القذارة في عين أخيك، ترى القذاءة في عين أخيك وتترك الخشبة في عينك. طبعا المعاني
في السيد المسيح عليه السلام ومعانينا القرآنية، لأنه كل وحي أتأمرون الناس بالبر وتنسون، هو نفس المعنى، هو نفس المعنى. فاحنا نتكلم اليوم عن ليس خثرة أخلاقية ولكنها خثرات أخلاقية. يعني تطرقت لوسائل التواصل الاجتماعي، هل تعتقد دكتور أنه وسائل التواصل الاجتماعي في عصرنا الحالي كسرت كثيرا من الآداب وحطمت كثيرا من القيم الأخلاقية التي كان يتحلى بها المجتمعات عموما؟ أنا باعتقادي وسائل التواصل الاجتماعي كان لها غاية وقد أنجزت غايتها، والغاية هي أن تفضح الخلق الأصل. وهذا مقصود منها، ليس المقصود من وسائل التواصل. يعني اليوم لو قارنت نسبة الفائدة منها والمضرة منها ستجد نسبة المضرات أكبر، وخاصة عندما يصبح هذا السلاح بيد أناس يعني ليس عندهم الوازع الديني والرادع. اليوم بيكون في خبر قدامهم وقدامه هالشاشة الكيبورد، بيروح بيطبع عليه أي كلمة وتحسبونها هين وهو عند الله عظيم. يعني اليوم كم نقرأ عن الدعاء مثلا، الداعي الفلاني يتكلم بكلمة يفتي بفتوى على طول، منافق، كذاب، طبال للدولة، علماء السلاطين، مش هو يظن أنه طبع كلمة وذهبت، وما درى أنه طعن عالما، مع أنه نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول الدين النصيحة، بدل من أن تذهب إليه وتنصحه أنت تشهر به، فكنت مع المشهرين وكنت مع الطاعنين. فأنا باعتقادي أنه ميزت أمة الإسلام أن لها مقدسات، قدسية في العلم، قدسية في العلماء، والقدسية هنا بمعناها الإيجابي، أتكلم في العلماء بمعنى المنزل المحترمة، أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم كما قال. الوسائل التواصل الاجتماعي اليوم حطمت هؤلاء. أضف إلى ذلك أنه تحطيم أي مجتمع يحتاج إلى تحطيم القدوات، فمع الأسف أنه، وطبعا ما في إنسان معصوم، فمع الأسف استغلت وسائل التواصل الاجتماعي لتحطيم القدوات. فاليوم لا تكاد تسمع عن شيخ إلا وأسيء له، ولا تكاد تسمع عن داعية، ولا تكاد تسمع عن إنسان قدوة في مجتمعه إلا ويساء له من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فأنا باعتقادي أنه حققت غايتها التي رسمت له، وهي إزالة كل مقدس وكثرة كلام السوء في المجتمعات. دكتور سويم العزي يقول في كتاب ظاهرة العولمة وأثرها في الثقافات العربية أنه سرعة دخول العولمة في مجتمعاتنا العربية والتغيرات الكثيرة التي حصلت في ثقافة ومفهوم وآداب وأخلاقيات المجتمعات العربية أثرت سلبا على هذه المجتمعات. هل ترى يا دكتور أنه فتحنا على الآخر بما حصل الآن غير كثير من آدابنا ومن أخلاقنا؟ ما هو إيش السبب؟ السبب كالتالي، لو 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 اليوم انتشر يعني لن تستطيع أن تقضي على فيروس السل ولا فيروس شل الأطفال، ولكن إحنا إيش بنعمل؟ بنروح نطعم أولادنا مشان إذا جاء هذا الفيروس لجسم ابني يكون في مقاومة. المجتمعات نفس الطريقة. أنا لست ضد الانفتاح، ولكن أنا مع المطعوم المجتمعي. فعندما انفتح المجتمع دون وجود مطعوم مرض المجتمع. وكان ينبغي في الوقت الذي نرى فيه انفتاح على العالم وسرعة انتقال المعلومة أن يكون لدينا مطاعيم للمجتمع، مطعوم ضد الكذب رقم واحد، مطعوم ضد الإشاعة، مطعوم ضد المنافقة، مطعوم ضد تحطيم الآخرين. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا لا يبلغ لها قعرا. كان لازم أطعم المجتمع على مثلها فاشهد. لما الصحابي جاء يشهد قال له النبي عليه الصلاة والسلام شايف الشمس؟ قال له شايفها. قال على مثلها فاشهد أو دع. يبتشهد على شغل شايفها بعيونك زي ما أنت شايف الشمس أو تترك. إن طعم المجتمع إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لو طعمنا المجتمع وتركنا هذا الانفتاح ما تأثرنا، ولكن المشكلة كانت كالتالي: انفتاح غير ممنهج ومجتمع بغير مطاعيم، فمرض المجتمع. ولذلك مجتمعنا يئن اليوم، مجتمعنا اليوم يئن. وعندما أقول مجتمعنا اليوم يئن أي أنه أنين الموات. إذا عدمت الأخلاق وانعدمت الرحمة وانعدمت الصلة، ما الفائدة من المجتمع؟ اليوم كل أولادنا معهم وسائل تواصل اجتماعي، لكن أسأل سؤال: كم واحد منهم يزور عمه؟ وكم واحد منهم يزور جدته؟ وكم واحد يصل خالته؟ كم واحد بيجلس مع أهله في البيت؟ عدا عن الجلوس مع الأهل.
اليوم الأم تجلس مع أبنائها وكل واحد ماسك التليفون تبعه. إذن الوسائل كثيرة والثمرات منعدمة، فأين هي الأخلاقيات؟ وأين إذا انفتحنا على عالم دون أن توجد محصنات؟ هذه مشكلة. شكرا يا دكتور، الله يعطيك العافية. بارك الله فيك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أصل كبير من أصول الإسلام، أصل يجمع العمل والتضحية وبذل الجهد وكرم الأخلاق وحسن المعاملة مع النفس والأهل والآخرين. أصل يخبرنا أن الإخلاص والإيمان والمعاملات هي مراقبة الله عز وجل في كل ما نفعله. فاعبدوا الله كأنكم ترونه، فإن لم تروه فهو يراكم. دمتم في معية الله. جاوب نفسك.